من ضمن الحاجات اللي واضحة جدا على الساحة محاولة انهاك الدولة، شائعات كتيرة جدا، الدولة بتحاول تحل أزمة مش عايزة المواطن يتضرر، وفي نفس الوقت الشائعات شغالة، وواضح ان اهل الشر شغالين في شائعات ومحاولة انهاك الدولة واستغلال الأزمة اللي احنا بنمر بيها. حضرتك شايفها ازاي؟ والله شوف يا أستاذة، يعني لو كانت تنفع المناشدة كنت أناشد دول إنهم يتقوا ربنا في بلدهم، لكن المناشدة ما بتنفعش. يعني حاصلة كارثة للناس، هم بيجيبوا مثلا بيدقوا الطبول ويرقصون على الأزمة، وكأن مثلا سعادتهم وعودتهم تاني هتبقى بالخراب والموت والدمار، وإن البلد دي تركع على رجليها. يعني في ناس بتكبر اما بتقف فوق البناء تبني وتقف على البناء تكبر، وفي ناس بتكبر ما تقف على الانقاض. دول حاسين انه هيكبروا لما يقفوا على الانقاض وعلى الجثث وعلى الضحايا وعلى خراب الاقتصاد، واذا ما لقوش مصيبه لا قدر الله بيخترعوا مصيبه. يعني في كورونا من الاول خالص، من يمكن العالم بعد الصين لم يعلن عنها، قعدوا يتكلموا عن كورونا وكأن كورونا شأن مصري وكأنها مش موجودة غير في مصر، ويضخم ومصر، وبدأت بعض الدول نتيجة الدعاية الإخوانية الإجرامية تاخد ضدنا إجراءات وتوقف رحلات طيران. بس هم لهم أزرع برضو في كل الدول، يعني لهم أزرع، ربنا يقطع هذه الأزرع السامة دي، لأن الناس دي معرفش يعني لما كذا حد من كذا دولة تحرك في كذا يعني وقت. ده بيقولوا لك إيه اللي بيشرب في نفس الوقت ولا إيه؟ فطبعا أكيد هم اللي بيشرب من مية النيل بيرجع لها تاني، لكن ده واضح انه يعني شربوا مية النيل كانت سم هاري ولا ايه، مش عارف. هوا مصر ده هوا جميل، انت استنشقتوا الهوا ده دخان ونار وسعير، يعني ايه الكراهية؟ ايه حجم الكراهية ده؟ تحصل ازمة، حد يتعرض لازمة يهللوا ويطبلوا وكأن سعادتهم ان البلد دي تخرب. طب يا جماعة ايه يعني، نعقلها كده، انتوا عايزين تحرروا مصر من شعبها وتحرروا مصر من شعبها، ان هذا الشعب يصاب بالامراض وبالعلل وبالازمات وبالنكبات وما يقفش، يعني ما لا تقوم له قامة، يعني اذا انحنى الشعب المصري قامتكم انتوا هتعلى ولا ايه الحكاية؟ ما تفهمونا بس. وبعدين دي مسلسل مستمر، بعد ما في البداية كورونا شأن مصري زي ما قالوا كده وبدأوا يروجوا دعاية، بعد شوية بدأوا يجيبوا صور وفيديوهات من ناس بتقع في الصين وفي معانا الصور دي احنا يا جماعه، صح؟ وبعدين يقول لك دي بتحصل في مصر، عايزين نوريها لهم برضه. الصور دي بتحصل في مصر، بتحصل في مصر يا جماعه، دي اشكال صينيه واشكال اجنبيه واشكال. لو في واحد مات 4 مرات وفي اماكن مختلفه وبنفس اللبس. بص يا انا عايز اقول لحضرتك الكذب ده سلوك ممنهج، الكذب يعني حتى أهو. في ده اللي مات 4 مرات. اتفضل. ده هو مات هنا ومات في مكان تاني، ورونا يا جماعه اهو برضو نفس اللبس، هو نفس اللبس. يعني طب يعني في الاخر يعني طب ما انتوا اتقوا الله في البلد دي، يعني لا، ما المشكله الناس بتصدقهم. معقوله في ناس لسه بتصدق كده؟ يعني بص اقول لحضرتك برضو في ناس ميالين يعني بيرقصوا على الدخان هذه الجماعه. هو نفس الشخص ثالث مره. يعني الناس بيرقصوا على دخان هذه الجماعة وبيضطروا يصدقوهم وبيروجوا هذه الإشاعات. يعني أقول لحضرتك في الداخل والخارج في ناس ليس من مصلحتها أن البلد دي تقف على رجليها، ناس ليس من مصلحتها أن مصر ترجع لها هامة وقامة ولها كلمة في الداخل والخارج من الأبناء الوطن ومن الأشقاء ومن الأعداء ومن الأصدقاء. يعني في ناس كتير جدا لا مش مصلحته، مش عايز، يعني ايه مصر دي الدولة اللي تخرج من 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 أزمة، تخرج من الجحيم العربي اللي واقف على رجليها وبتحاول تسترد العواصم العربية وبتقدم نموذج كويس، ايه الدولة دي اللي عمالة تعمل قوات عسكرية وتقوي جيشها وعمالة تعمل حركة بناء ما حصلتش في أي دولة خليجية غنية، حركة البناء والتعمير، أنتوا مين يا مصريين عشان تعملوا كده؟ فطبعا في ناس مش هيسيبوها في حالنا، الجماعة دي طبعا حلمها الأول والأزلي والأخير إن كانوا على لأول مرة في تاريخهم قعدوا على كرسي الحكم، لكن الشعب أزلهم. ليه بقى؟ لأن الشعب قال إن الشرعية هنا لمصر وليس لجماعة، هم مش مصدقين الحكاية دي، وهيفضل ده مرار في أفواههم، هيفضلوا على طول كارهين لهذه البلد. يا جماعة ده خلاص، ده هي إرادة الشعب كده، هو شعب ده لحد زاد على دينه وعلى إيمانه وجربكم وخلعكم، فأنتم مش بقى ما فيش بينكم وبين مصريين تربايت، عمالين تخلصوا كل ما يحصل حادث أو كارثة تيجي تبني العاصمة الإدارية الجديدة يقول لك ده بيبنوا جوامع وكنائس وما بيبنيوش مستشفيات.
تبان المستشفيات، آلاف المستشفيات، يقول لك أصل المستشفيات ناقصة التجهيزات، تتبني مساكن وأحياء زي اللي بنشوفها في السيدة زينب وغيره وغيره، مساكن للعشوائيات على أرقى وأعظم مستوى، حتى يمكن في السيول الأخرانية ما حصلش سيول، ما حصلش فيها حاجة. وبعدين يبدأ يقول لك إيه، لا الفقراء مش لاقيين ياكلوا. الله يا جماعة، دول كانوا عايشين في أماكن غير آدمية وغير إنسانية، فبقوا عايشين في أماكن، يقول لك لا مش قادرين يدفعوا الإيجار، مش عارفين ياكلوا، فهم قاعدين دايما كل حاجة دايما يجدوا يبحثوا لها عن نقيصة، واحنا علينا نتعود لكده ونشغلش بالنا بيهم.